السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا في واد تكة، واد تكة هذا يعني واد هائل. هنا ها ترون جنات وعيون. هذا نبت السافلكو، طبعا نرى فوق الجبال. فهمتك. تنهو تحت الصيادين. يصيده الخنزير.
جمال فرعون، المكان جنة على وجه الأرض. لا نقول جنة الجنة يعني، ولكن تشبيه بليغ. الإخوة الكرام، تحياتي لكم. لا تنسونا باللايكات، لا تنسونا باللايكات، لا تنسونا باللايكات، ما تنسوناش يا جماعة، ولو كان بالديسلايك معليش. و لا تنسوناش بالاشتراكات القناة، لا تنسوناش بتفعيل خاصية الجرس لكي يأتيكم كل جديد. قبل الختام، هناك بقرة هنا أنا نصورها وهي تأكل من خشاش الأرض.